شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مراسم تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس، وبدأ العرض العام للطلاب الخريجين وسط فرحة وسعادة أولياء أمور الطلاب وتصفيقهم الحادة، حيث تم تخريج 1270 من طلبة كلية الشرطة و50 طالباً وافداً من الدول العربية والإفريقية الشقيقة وهي فلسطين والصومال وتشاد بنسبة نجاح بلغت 99.6%، وتخريج 606 من طلبة الكلية الحاصلين على شهادة ليسانس في الحقوق بنسبة نجاح بلغت 100%، من بينهم 200 طالب حصلوا على الماجستير في القانون. ورسم الطلاب بأجسادهم علم مصر وسطروا عبارة الجمهورية الجديدة عقب الانتهاء من طابور عرض الخريجين، وتلها مراسم تسليم وتسلم القيادة. كما شهد الرئيس السيسي العروض الرياضية والقتالية والمهارية لطلاب كلية الشرطة. وفي إطار حرص وزارة الداخلية على فرض الأمن في ربوع البلاد ومكافحة الجريمة بشتى صورها، عرض الحفل فيلماً تسجيلياً يوضح قيام بعض العناصر الإرهابية للتخطيط لعمل عدائي ضد أحد المنشآت المهمة. ووفقاً لما قاله رئيس أكاديمية الشرطة أنه تم عقد 15 ورشة عمل تدريبية بمركز الشرطة حول مخططات إسقاط الدول من الداخل وكيفية مواجهتها، شارك فيها 320 متدرباً من قيادات وزارات الدولة والجهاز الحكومي، فضلاً عن طلبة الجامعات الحكومية والخاصة، وقد حققت نتائج إيجابية واسعة النطاق. وإدراكاً لدور مصر المحوري في محيطها الإفريقي، فقد التحق بكلية الشرطة وتخرج منها اليوم 19 طالباً من رعاية الدول الإفريقية الناطقة باللغة الفرنسية، كما التحق بالكلية 12 طالباً من رعاية دول إفريقية ناطقة باللغة الإنجليزية هي الكاميرون وجنوب السودان وزامبيا وسيراليون وليسوتو في إطار منحة دراسية بنظام العامين الدراسيين. وكرم رئيس السيسي أوائل كلية الشرطة بحفل التخرج، حيث قلدهم الرئيس أنواط الامتياز من الطبقة الثانية. مش هننسى أبداً أبنائنا وبناتنا الذين يعني قدموا أرواحهم وحياتهم وإصابتهم عشان مصر تبقى بالوضع اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. وعايز اقول ان ده مازال حتى الان، والله مازال حتى الان يقدم من الجيش ومن الشرطة شهداء ومصابين. مش هنسى ان انا وانا بهني الخريجين الجدد وقال لهم انتوا بتتعاملوا مع المواطن وامنه وسلامته وراحته، فمن فضلكم تذكروا دائما ان انتم تكونوا قدوة لهم، قدوة في التعامل معهم، قدوة في يعني معالجة المسائل الأمنية والمصالح الخاصة بيهم. ده امر مهم قوي. وتعد أكاديمية الشرطة المصرية صرح علمي أمني شامخ حملت على مر التاريخ مشعل العلم في خدمة الأمن، فهي ملحمة الوطنية ومصنع الرجال. والمتتبع لتاريخ أكاديمية الشرطة يكتشف أنها لم تتوقف عن الوفاء برسالتها في إعداد وتأهيل رجال الشرطة المؤهلين على أعلى مستوى تعليميا وتدريبيا وبحثيا، فهي من أقدم أكبر أكاديميات الشرطة في العالم، وهي الأولى على المستوى الإقليمي صاحبة الريادة والمكان كان على كل المستويات والأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية. إسراء سعد، آخر النهار.